الحبيشة والمعجبين وحب الجمهور في كل مكان، وده محمد رمضان ابن حلال والناس كلها بتحبه. من أكتر من 5 سنين كنا مع بعض هنا، كان مشارك بفيلم في المسابقة الرسمية بس ما كانش مشهور الشهرة الكبيرة ديت، ولكن بشوفه النهاردة مختلف تماما عن ال5 سنين اللي فاتوا، فرقوا معاه كتير جدا. في بعض الناس بتزعل وتقولك بيعملوا عبده موتة، عايز أقول هو بدأ بالأفلام اللي جوه المهرجانات، لكن شهرته جت والشهرة الواسعة الكبيرة من عبده موتة اللي خلت الجماهير النهاردة كلها في كل مكان عارفة محمد رمضان ابن حلال. ولا ده المسلسل يا محمد؟ والله انت اللي بنت حلال، وانا سعيد جدا بكلامك يا بوسي، ودايما معانا في افراحنا وفي نجاحاتنا. وانا شفت رد فعلك يعني على كل حد مصري، يعني اول ما سمعنا تكريم استاذ نور الشريف فرحه غير عاديه. فحب البلد وحب مصر ده بيبان في حد. على فكره انتوا لما بتتكرموا او بتاخدوا جوائز، انت مش محمد رمضان اللي بياخدها او مش نور الشريف اللي بيتكرم النهارده، دي مصر كلها. طبعا طبعا ده تكريم لينا كلنا، وتكريم وقد ايه السينما المصريه، السينما هي الرائده للوطن العربي كله، وقد ايه افلام استاذ نور الشريف اثرت في الاجيال. يعني الراجل رئيس المهرجان النهارده اتربى على افلام استاذ نور الشريف واستاذ محمود عبد العزيز واستاذ احمد زكي واستاذ عادل امام. فاتمنى ان احنا جيلنا يبقى بهذه القيمه وبهذه القامه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد رمضان فرق عليك ال5 سنين، كان فيلم الخروج من القاهره. اه طبعا، يعني 5 سنين يعني فيهم زحمه احداث كتير جدا في حياتي، وفرقوا جامد جدا. يعني ال5 سنين لما كنت هنا ما كانش حد بيسلم عليك بعد عرض الفيلم، يعني 2 3 كده. النهارده مش عارف تخرج من يعني من الاوتيل نهايه الريد. يعني ايامها كنت انت بس اللي عارفاني، يعني حتى انا فاكر كنت بتعرفيني على، كانت بوسي موجوده، حتى كنت بتعرفيني على الممثلين اللي موجودين، وقلت لهم ده هيكون اهم نجم الفتره. عرفتيني على هلا سرحان، وكل الناس ما كانتش تعرفني خالص. فاكر بس احساسك ايه النهارده وانت جاي وانت الناس كلها بقى عارفاك وحاضر المهرجان وانت ليك مكانه من جيل الشباب في الوطن العربي؟ والله يعني احساس جميل جدا، ولكن يعني هي بتربي جوايا حاجه كده. انا جاي عندي يعني حته غيره، انا عايز يبقى ليا افلام في المهرجانات. ف يعني زي ما بهتم بالتجاريه وبالجماهيريه، لا يجب ان نهتم برضو بالاعمال اللي تمثل بلدنا في مهرجانات مهمه. اكيد انا عارفه، وانت قلت لي وكان اخر لقاء بينا لما خدت جايزه الجمهور عندنا في قناه النهار، ان انت الفتره الجايه هتركز على فيلم مهم جدا وعمل مهم جدا عشان تلف بيه كل المهرجانات. انا بتمنى، لان يعني دي حاجه بتمثل بلدنا بشكل كبير جدا، ودي حاجه عملوها الجيل اللي قبلنا، اللي انا لسه بقول دول ناس يعني لازم نتعلم منهم. يعني فزي ما عملوا افلام تجاريه، عملوا افلام يعني ذات قيمه وافلام عظيمه جدا. غيرت لما نور الشريف قال ده الفيلم المية وكام، 171، 171، ما حسيتش بغيره كده ان 47 سنه في حياه نور الشريف وعمل الافلام دي كلها، وانت ممكن بعد 47 سنه يبقوا 47 فيلم بس لو استمريتوا كل سنه فيلم. يعني ده بيبين ان قد ايه احنا كنا في فتره، لان الحاله السياسيه اللي بتمر بيها البلد بتنعكس على كل حاجه. ايامها كان الظروف حلوه، البلد كانت ماشيه بشكل منظم وبشكل كويس. انا اول سنه طلعت فيها كانت سنه الثوره، فانا حتى الان ما شفتش استقرار فني، يعني طول الوقت في مشاكل. فاعتقد ان البلد لما ترجع تاني ان شاء الله باذن واحد احد، السينما ترجع والاقتصاد هيرجع وكل حاجه تبقى كويسه.